فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: خرج في الأسبوع الماضي مفتي للإباضية على إحدى القنوات التي تسمى بالإسلامية، وأصبح يبث عقائده على الناس، فهل هناك كلمة توجه لأصحاب مثل هذه القنوات والقائمين عليها؟ لا تأخذوا بالفتاوى المخالفة للشرع وفتاوى المبتدعة وفتاوى الجهال المتعالمين، لا تأخذوا بها ولا تنظروا إلى هذه القنوات، لا تنظروا إليها. نعم.